هي دولية فعلا دولية. عالم شوف بطولات العالم صرنا رقم 3 رقم 4 رقم 5 في العالم موجودين وسيريسلي يلعبون اللعب اللي نشوفه في الورد بيدل تور في كاس العالم في البريمير ليج. اداء اللاعبين الكويتيين اليوم على المستوى الفردي والجماعي في تطور كبير وملحوظ. يمكن احنا تابعنا المنتخب الكويتي قبل سنتين في اول بطوله كاس خليج اللي صارت بدبي. نعم في تطور كبير جدا في ثقه على كونفيدنس صراحه. انا خليني اقول لك شغله مهمه. انا اشكر البي ان كي، لازم نوجه شكر للبي ان كي على المشاركه المجتمعيه الفاعله في هذه الرياضه. بدون الشركات الداعمه الكويتيه ما راح تشوفون اي تطور في كثير من الجوانب الرياضيه. مشاركه المجتمع اليوم البي ان كي على الصرف اللي نشوفه واضح انه في صرف كبير. المردود ليس بقيمه، المردود المادي من البطوله هذه ليس بقيمه ما صرف. يعني انا توقعاتي انا ما اعرف الرقم، جوائز تخيل الجوائز كم مجموعها 103,000 يعني كم 103,000 دولار. انا اتكلم عن مليون و درهم مليون و مليون و50 مليون و100 الف درهم. صحيح دائما نكون مبسوطين نشوفه. انا والله اشكركم على نقلكم الدائم لمقاطعنا وهذا سبب انتشارنا في مجتمع البادل، وانتم الحساب الافضل والمتخصص في البادل في الوطن العربي. شكرا 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 توفيق حبيبي، يعطيك العافيه.